طيب وهنروح من الحركة المرورية وللأسعار، أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية اللي شهدت استقرار أمام الجنيه المصري أمس. سجل الدولار والريال السعودي استقرار أمام سعر الجنيه المصري، لكن كان في ارتفاع في سعر صرف اليورو أمام الجنيه ووصل ل 18 جنيه و60 قرش للشراء و18 جنيه و80 قرش للبيع، مقابل سعره السابق اللي كان 18 جنيه 59 قرش للشراء 18 جنيه 76 قرش للبيع. انخفض سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، وصل ل 21 جنيه 64 قرش للشراء و21 جنيه 87 قرش للبيع، ده مقابل السعر السابق اللي كان 21 جنيه 67 قرش للشراء وكان 21 جنيه 95 قرش للبيع. ومن المتابعين أيضا من العملات لأسعار الذهب، وشهد أسعار الذهب استقرار ملحوظ في مصر والعالم، ده بالتزامن مع توقف السوق العالمي عن التداول عشان تستقر أسعار عند المستويات قبل إغلاق السوق. سجل سعر الذهب في مصر 775 جنيه للجرام عيار 21، وعيار 18 سجل 664 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 886 جنيه للجرام. أما سعر الجنيه الذهب فاستقر عند 6200 جنيه.